السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السهول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى. وانتهينا من مباحث الاجتهاد وبلغنا مباحث التقليد في صفحة 437 عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. التقليد له معنيان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. التقليد له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع، كما هي العادة في المصطلحات الشرعية وغيرها أن يكون لها معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. ثم بدأ بالمعنى اللغوي فقال: فمعناه لغة جعل الشيء في العنق. جعل الشيء في العنق أي محيطا به، ومنه سميت القلادة قلادة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخيل: لا تقلدوها الأوتار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأوتار يعني الأقواس، لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، يزعمون أن ذلك يدفع العين عنها، فلهذا جاء النهي. والشاهد: لا تقلدوها، أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار. وللتقليد معنى آخر أيضا في اللغة، وهو تفويض الأمر إلى الغير، إلى غيرك، أن تفوض الأمر إلى غيرك. ومنه قول الشاعر: وقلدا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. قوله لله دركم هذه جملة اعتراضية، فالمعنى: وقلدا أمركم شخصا رحب الذراع مطلعا بأمر الحرب. مطلعا بأمر الحرب أي خبيرا به. ورحب الذراع يعني شديد البأس، قوي في الشدائد، هذا معناه في اللغة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومعناه شرعا قبول قول الغير من غير حجة. إلى هنا ينتهي التعريف الاصطلاحي للتقليد. إذن المعنى الشرعي الاصطلاحي للتقليد على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو قبول قول الغير من غير حجة. قبول الأخذ مع التسليم قول الغير، لأنه المقلد لا يقلد نفسه إنما يقلد غيره، لكن دخول ال على كلمة غير ليس بجيد في العربية. فلو أن المصنف رحمه الله تعالى قال: قبول قول القائل، لكان أحسن. وقوله من غير حجة يعني أن هذا المقلد يقبل قول غيره وهو المجتهد من غير أن يعرف دليله،
إنما مجرد أن يعرف قوله أخذه واتبعه. وبعض الأصوليين يعرف التقليد بأنه اتباع من ليس قوله حجة، وهو أجود، حتى يخرج اتباع من قوله حجة كاتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى تقليدا بل يسمى اتباعا وعملا بدليل الشرع. ومنه أيضا قبول قول أهل الإجماع، فإنه لا يسمى تقليدا لأن قولهم حجة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكذلك قبول قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف، لأنه حجة في نفسه على الصحيح من أقوال العلماء. قال: ذكره أصحابنا، الضمير يرجع إلى التعريف، أي ذكر أصحابنا يعني الحنابلة ذكروا هذا التعريف، والأمر كما قال المصنف رحمه الله. لكن هذا التعريف يتناول قبول قول غير أهل الشرع، كقبول قول سيبويه في النحو مثلا من غير أن يعرف الحجة فيه، فهل هو التقليد المصطلح عليه هنا؟ تقليد قول سيبويه أو الخليل أو المبرد أو غيرهم في مسألة نحوية مثلا يصدق عليه التعريف، لكن لا يسمى تقليدا في اصطلاحنا هنا، لأنه يقول ومعناه شرعا، فالمقصود تعريف التقليد الشرعي. فلو أنه قال قبول قول القائل في مسألة شرعية من غير حجة لكان أحسن، قبول قول القائل في مسألة شرعية من غير حجة، والله أعلم. انتهت المسألة الأولى المختصة بتعريف التقليد، وسوف يذكر المصنف رحمه الله سوف يذكر الآن مسألة ثانية، فقال: ويجوز التقليد في الفروع الفقهية عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم خلافا لبعض القدرية. ويجوز التقليد في الفروع الفقهية، وهو ما يسمى بعلم الفقه، كمسائل الطهارة والصلاة والصوم والحج والبيع والنكاح والحدود. يقول: عند الأكثر إلى آخره، شروع في الخلاف. لكن نقف وقفة يسيرة عند الكلمة الأولى، وهي كلمة ويجوز. فقد يقول قائل: الجواز معناه التخير بين شيئين، فمقتضى هذه العبارة يجوز التقليد في الفروع الفقهية أن المقلد مخير بين أن يقلد وبين أن لا يقلد، وهو أن يجتهد، لأن هذا معنى الجواز، فليس في الجواز إلزام له، فيكون مخيرا بين التقليد والاجتهاد، وهذا باطل لا شك، لأن الحكم في حق المقلدين
هو لزوم التقليد، وجوب التقليد، ولو أنه عبر بالوجوب. لكن قد يقول قائل إنه أراد بالجواز لم يرد بالجواز هذا المعنى، وإنما أراد شيئا آخر، وهو بيان أن التقليد في هذا المجال، في هذا الباب، أعني التقليد في مسائل الفقه، أنه ليس حراما، ليس ممنوعا، بل هو سائغ. فالمقصود بالمسألة ليس بيان الحكم في حق المقلد أنه يجب عليه التقليد، إنما الغرض بيان محل التقليد، الباب الذي يجوز أن يدخله التقليد. وكأنه يقول التقليد في باب الفقه، في باب مسائل الفقه سائغ، لا يمنع منه مانع. ويقول هذا للرد على المخالف، فإن من العلماء من منع ذلك، من الأصوليين من منع التقليد في الفقه وألزم الناس الاجتهاد. فهذا هو الغرض، ولهذا عبر بالجواز. والجواز يطلق أحيانا في كتب الأصول، ويراد به ما عدا الممنوع وليس خصوص المباح، وهذا كثير في كلامهم. قال المؤلف رحمه الله: عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم. هذا المذهب الأول في المسألة. وقوله وغيرهم أي والأكثر من غيرهم، هذا معنى العبارة والله أعلم. فيكون المعنى يجوز التقليد في الفقه، يجوز التقليد في مسائل الفقه عند أكثر أصحابنا الحنابلة وعند الأكثرين من غير الحنابلة. وهذا كما ذكر المؤلف، بل إن بعض الأصوليين حكى الإجماع في المسألة، منهم ابن القصار وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم رحمهم الله أجمعين، حكوا الإجماع على جواز التقليد في الفقه. قال: خلافا لبعض القدرية، هذا شروع في المذهب الثاني في المسألة. وأراد بالقدرية المعتزلة، حيث ذهب بعض المعتزلة، وهم قلة قليلة منهم، ذهب قليل من المعتزلة إلى منع التقليد في الفقه. لكن بعضهم يفسر هذا المذهب بوجوب الاجتهاد على كل أحد، وبعضهم فسره بأن المراد أنه لا يصح للمقلد إذا سأل العالم الفقيه عن مسألة أن يأخذ قوله من غير أن يسمع دليله، لا بد أن يسمع حجته أولا. لكن أكثر المعتزلة موافقون للجمهور القائلين بالمذهب الأول، وهو جواز التقليد في الفقه. ووافق ابن حزم المذهب الثاني، ذهب ابن حزم رحمه الله وبعض الفقهاء المتأخرين إلى منع التقليد في الفروع، ظنا منهم أنه لا يثبت شيء في دين الله إلا بواسطة القطع، وذلك لا يثبت شيء في دين الله إلا باليقين، وذلك لا يكون إلا بالاجتهاد. فأما التقليد فإنما يفيد الظن، هكذا ظن، أو هكذا استدل بعض أصحاب المذهب الثاني. والصحيح هو قول الجمهور،
ولم يزل الناس من قديم وإلى اليوم يسأل عوامهم علماءهم فيأخذون منهم القول ويمضون يقلدونه من غير اجتهاد ونظر، وكان هذا في كل عصر في كل زمان ومكان من غير نكير، فدل على إجماعهم على جواز التقليد في الفروع. انتهت هذه المسألة. شرع المصنف رحمه الله في مسألة جديدة بقوله: ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة. هذا شروع في باب ثاني. اختلف الأصوليون في أن التقليد هل يدخله أو لا، هل يسوغ فيه التقليد أو لا. فقال المؤلف رحمه الله: ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، كالأركان الخمسة. لا يجوز للمسلم أن يقلد في أمور الدين التي علمت بالاستفاضة والضرورة حتى صار يعرفها كل أحد منهم، لا تخفى على عوامهم ولا على علمائهم، كالأركان الخمسة، يقصد أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. قال: لاشتراك الكل فيه. اللام لام التعليل، والمقصود الاستدلال على هذا المذهب، وهذا المذهب هو مذهب أكثر العلماء أنه لا يجوز التقليد فيما علم من الإسلام بالضرورة كأركان الإسلام الخمسة، بل إن بعض الأصوليين حكى الإجماع عليه. قال: لاشتراك الكل فيه، يقصد بالكل العوام والعلماء، يقصد بهم المقلدين والمجتهدين. لاشتراك الكل فيه أي في العلم به، وحينئذ إذا وقع العلم به للكل فلا معنى للتقليد. الإنسان إذا علم شيئا وتيقنه، العامي لو سألته عن أركان الإسلام الخمسة لكان عارفا بها على سبيل اليقين، وحينئذ فما الحاجة أن يذهب ويقلد ويسأل عن شيء قد علمه وتيقنه وآمن به واطمأن قلبه إليه وليس عنده أدنى شك فيه، لا معنى للتقليد حينئذ. قال: ولا في الأحكام الأصولية الكلية. يعني بالأصولية هنا أصول الدين، ولا في الأحكام أي ولا يجوز التقليد في الأحكام العقدية، الأحكام الشرعية الاعتقادية الكلية، كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها. هذه أمثلة على أحكام عقدية كلية، معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة وجوده وإلهيته وربوبيته ووحدانيته وصحة الرسالة يعني الإسلام، وصحة هذا الدين، صحة رسالة الإسلام، وغيرها من الأمور الكلية القطعية التي يعلمها العامة والخاصة. بل إن بعض الأصوليين حكى الإجماع على هذه المسألة، كأبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى وغيره أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة أنه
يمتنع التقليد في الأحكام العقدية الكلية كمعرفة الله وصحة الإسلام، لأن الله تعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، فأمر بالعلم ووجه الخطاب لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته، أو نقول وتدخل أمته في ذلك من باب أولى. ومع هذا فقد خالف في هذه المسألة الأخيرة، خالف فيها بعض الشافعية وبعض المعتزلة، وذهبوا إلى جواز التقليد في مثل هذه المسائل. قالوا: لأن السلف رحمهم الله مجمعون على قبول الشهادتين من الكافر، إذا نطق الكافر بالشهادتين قبلوا منه من غير أن يقولوا له: هل نظرت؟ هل تأملت؟ هل تيقنت؟ هل اجتهدت في هذا حتى عرفت صحة الإسلام؟ ما كانوا يسألونه، فيقبلون قوله مباشرة من حين النطق بهما. والصحيح هو الأول، مذهب الجماهير العلماء، وذلك أنه لن يدخل في الإسلام وينطق بالشهادتين إلا وقد تيقن، ولأن ما نحن فيه هو في مسألة التقليد في حق المسلم، أي أن المسلم هل يجوز له أن يقلد في الأمور العقدية الكلية؟ فما ذكروه خارج عن محل النزاع والله أعلم. قال: وقيل: ولا تقليد في أصول الفقه، قاله القرافي. هذا أمر ثالث، باب ثالث مما اختلف العلماء في أن التقليد يدخله أو لا، هل يسوغ فيه التقليد أو لا، وهو أصول الفقه، قواعد أصول الفقه، هل يسوغ فيها التقليد بأن يأتي إلى قاعدة أصولية فيأخذها كما ذكرها غيره مسلمة من غير أن يعرف الحجة فيها ويبني عليها الأحكام الفقهية، أو لا يسوغ التقليد في أصول الفقه؟ فذهب القرافي كما ذكر المصنف رحمه الله، ذهب شهاب الدين القرافي رحمه الله وكذلك بعض المعتزلة كأبي الحسين البصري إلى أن أصول الفقه لا يدخله التقليد، أن أصول الفقه لا يدخله التقليد، يجب الاجتهاد فيه، لا يؤخذ منه شيء إلا باجتهاد ونظر وتأمل في الدليل. القرافي قال هذا في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، فنسبة هذا المذهب إلى القرافي صحيحة، مع أن ظاهر كلامه في كتبه الأخرى موافقة الجمهور، ظاهر كلامه في نفائس الأصول والله أعلم يوافق الجمهور، فلعله اختلف قوله رحمه الله. وإنما منعوا التقليد في أصول الفقه قياساً على أصول الدين، وهذا بناء منهم على أن مسائل أصول الفقه قطعية فيجب إدراكها بطريق العلم، ولا يوصل إلى العلم إلا الاجتهاد، فأما التقليد فإنما يفيد الظن، هكذا قالوا. والصحيح ما ذهب إليه أكثر العلماء من جواز التقليد في مسائل أصول الفقه لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأن بعض قواعد أصول الفقه
قطعي انعقد عليه الإجماع، وبعض مسائل أصول الفقه ظني يقع فيه خلاف قوي. فأصول الفقه مثل الفقه سواء بسواء، من هو ما هو قطعي ومن هو ما هو ظني، فلو منع التقليد فيه لوقع الناس في حرج عظيم. انتهت المسألة، والآن شروع في مسألة جديدة ذكرها المصنف رحمه الله بقوله: وإذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد. هذه المسألة معقودة في مجتهد عرضت له مسألة فنظر فيها وبحث واجتهد ووصل إلى حكم معين، كأن ينظر في مسألة مسح الرأس في الوضوء فيقوده نظره وتأمله وبحثه واجتهاده إلى أن الحكم في مسح الرأس هو وجوب مسح جميع الرأس. فهل يجوز له بعد هذا التقليد؟ بعد يعني الكلام في هذه المسألة بعد أن اجتهد، ليس قبل الاجتهاد، وإنما بعد أن اجتهد ووصل اجتهاده إلى حكم، فهل يسوغ له التقليد بعد ذلك؟ فقال المؤلف رحمه الله: لا يسوغ له، ما يصح بعد أن رأى بنظره واجتهاده أن مسح الرأس أنه يجب مسح جميع الرأس في الوضوء، لا يصح له بعد ذلك أن يقول: فأنا أقلد أبا حنيفة رحمه الله في أن الواجب مسح الناصية، مسح ربع الرأس مثلا، لا يصح له، لا يجوز له، بل يجب عليه أن يعمل باجتهاده. ثم استدل المؤلف رحمه الله على هذه القاعدة. هذه القاعدة أو هذا الحكم ثبت بالإجماع، حكى بعض الأصوليين الإجماع على هذا، أنه لا يسوغ للمجتهد أن يقلد بعد أن نظر وتأمل وأتعب فكره ووصل إلى حكم معين. ولأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنما سوغ السؤال والتقليد بشرط، وهو إن كنتم لا تعلمون. وهذا الذي معنا علم، بحث ونظر وتأمل وعرف، علم الحكم، فلا يصح له التقليد حينئذ. واستدل المؤلف رحمه الله بدليل آخر ذكره بقوله: لأنه إن خالفه فقد خالف اجتهاده وهو باطل لاعتقاده فساد غيره، وإن وافقه فهو عمل باجتهاده. انتهى الدليل. يقول: لأنه، أي هذا المجتهد الذي أعمل فكره في مسألة شرعية فوصل إلى حكم معين، قال: لأنه إن خالفه فقد خالف اجتهاده. ومخالفة اجتهاده باطلة لا تصح، ما يجوز هذا. لما؟ لأنه يعتقد فساد هذا القول، فكيف يذهب إليه؟ يعني حين اجتهد في مسألة مسح الرأس فأوصله اجتهاده إلى أن الواجب عليه مسح جميع الرأس، بعد هذه النتيجة
هو يعتقد الآن صحة هذا القول، وهو وجوب مسح جميع الرأس، وفي نفس الوقت هو يعتقد فساد الأقوال الأخرى أي ضعفها. فهو يعتقد أن ما ذهب إليه الحنفية من مسح ربع الرأس أنه باطل، وأن ما ذهب إليه الشافعية في مسح بعض الرأس ولو قل أنه باطل. وحينئذ فإذا خالف اجتهاده، يعني بعد أن اجتهد ووصل إلى الحكم بوجوب مسح جميع الرأس، فخالفه إلى قول غيره وقلده، سوف يكون قد ذهب إلى قول يعتقد فساده وعدم صحته. فكيف يسوغ له أن يعمل بقول لا يراه هو صحيحا، لا يراه حكم الله؟ ما يجوز له هذا. قال: وإن وافقه فهو عمل باجتهاده. يعني الاحتمال الثاني أنه بالتقليد الذي فعله أنه يكون وافق ما ذهب إليه باجتهاده، بأن يكون اجتهد ونظر وتأمل فأوصله اجتهاده إلى وجوب مسح جميع الرأس، وبعد هذا الاجتهاد والنظر قال: أنا أقلد مالكا وأحمد رحمهما الله، أقلدهما في أنه يمسح جميع الرأس. فنقول: أنت ما فعلت شيئا، وما الحاجة إلى أن تقول قلدت وأنت قد اجتهدت؟ فأنت قد رجعت إلى قول نفسك، رجعت إلى القول الذي ذهبت إليه باجتهادك، فلا معنى حينئذ للتقليد فيه، هو لا معنى له. قال: وإن لم يجتهد. هذا شروع في الحالة الثانية. إذن عندنا حالتان للمجتهد: الحالة الأولى إرادته التقليد بعد أن فرغ من الاجتهاد وعرف الحكم، والحالة الثانية قبل أن يشرع في الاجتهاد، قبل أن يجتهد. أمامه المسألة معروضة لكنه لم يجتهد بعد، فهل يسوغ له التقليد؟ فقال المؤلف رحمه الله: وإن لم يجتهد فلا يجوز له التقليد أيضا، كما تقدم. هذا المذهب الأول. المذهب الأول في المسألة أن المجتهد قبل أن يجتهد أيضا لا يجوز له التقليد، بل الواجب في حقه أن يجتهد. لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإنما سوغت الآية السؤال والتقليد بشرط، وهو عدم العلم، عدم إمكان العلم، وهذا عنده مكنة أن يعلم الحكم، فإنه صار مجتهدا إذا نظر في الأدلة عرف الحكم في العادة، وحينئذ لا يجوز له التقليد، بل يجب في حقه الاجتهاد مطلقا. المذهب الأول: لا يجوز له التقليد مطلقا. وقول المؤلف رحمه الله كما تقدم، المسألة لم تتقدم إلا أن يقصد أن الحكم في هذه الصورة كالمسألة السابقة، لكن هذا بعيد لقوله أيضا، لقوله أيضا، فما الحاجة أن يقول كالمسألة السابقة؟ وإن قلنا إن الكاف هي محرفة عن اللام، أي لما تقدم، واللام لام التعليل، فأيضا لم يسبق تعليل أيضا قبل هذه المسألة، والله أعلم. وعلى كل، فقد عرفنا المذهب الأول، وهو مذهب أكثر العلماء، أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد قبل شروعه في الاجتهاد، كما أنه لا يجوز له التقليد بعد شروعه في الاجتهاد ومعرفته الحكم. قال: وقيل بلى اختاره بعضهم. هذا المذهب الثاني في المسألة. وقيل بلى، أي بلى يجوز له أن يقلد، أي مطلقا يجوز له التقليد مطلقا قبل شروعه في الاجتهاد.
وهذه رواية مروية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأيضا قال بهذا القول بعض الحنابلة وبعض الشافعية، قلة قليلة من العلماء ذهبوا إلى جواز التقليد للمجتهد قبل شروعه في الاجتهاد. وقيل مع ضيق الوقت للحاجة إلى ذلك، هذا المذهب الثالث، وهو التفصيل بعد إطلاق المذهبين الأولين، وهو أنه إذا ضاق الوقت عليه واحتاج للعمل فإنه يقلد، وإن لم يضق الوقت عليه، كان الوقت متسعا يكفيه للاجتهاد، فإنه لا يجوز له الاجتهاد. هذا مذهب بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورحم الله الجميع، بل إن أبا حامد الغزالي رحمه الله حكى الاتفاق على هذا القول. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا القول هو ظاهر المذهب، هو ظاهر مذهب الحنابلة. إذن المذهب الثالث التفصيل، إن تضيق الوقت على المجتهد واحتاج للعمل كان الوقت ضيقا لا يكفي للاجتهاد، بمعنى أنه لو أعمل ذهنه لخرج الوقت، فإنه يجوز له التقليد حينئذ. وأما إذا لم يضق الوقت بل أمامه وقت واسع يمكنه فيه أن يجتهد، فإنه يتعين عليه الاجتهاد. مثال ذلك أن يحبس في مكان وتحته فراش وعليه غبار، وكان في وقت العصر وضاق الوقت عليه وقت العصر، وتحير هل يجوز التيمم بغبار على فراش؟ يقول هذه مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل واجتهاد وإعمال الذهن. فنظر أنه غلب على ظنه أنه لو ذهب يجتهد في المسألة ليعرف الصحيح فيها، ليعرف الحكم فيها، فإنه سوف يخرج وقت العصر عليه، تضيع عليه الصلاة، فحينئذ نقول لك أن تقلد. فيأتي ويقول الشيخ الفلاني ذكر أنه يجوز التيمم على الغبار الذي على الفراش، فيذهب ويتيمم عليه ويصلي حتى لا يضيع الوقت. أو كان في برية في أرض وليس تحته تحت قدميه إلا صخر أو رمل، كان مذهبه أولا أنه لا يتيمم إلا على تراب، وأما هذه المسألة فكان في شك فيها، هل يجوز التيمم على الصخر؟ فقال احتاج أن أنظر فيها وأجتهد لأعرف هل يجوز أو لا يجوز. فنظر وإذا الوقت ضيق عليه سوف يخرج وقت الصلاة، فحينئذ نقول قلد. ثم بعد ذلك إذا اتسع الوقت فأعمل ذهنك وتأمل وانظر في الأدلة واجتهد. قال وقيل مع ضيق الوقت للحاجة إلى ذلك، اللام لام التعليل، أي إنما سوغنا له الاجتهاد عند تضيق الوقت لحاجته إلى العمل، فهو مضطر فيجوز له لعموم الأدلة الموجبة لرفع الحرج عن الأمة
وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأما إذا اتسع الوقت فلا عذر له، تنتفي الحاجة، السبب المجوز له للتقليد انتفى، فيرجع الحكم إلى الأصل وهو وجوب الاجتهاد في حقه، لأن الحكم الشرعي في حق المجتهدين وجوب الاجتهاد، وفي حق المقلدين وجوب التقليد. قال: وقيل يجوز ليعمل لا ليفتي. هذا المذهب الرابع في المسألة، وهو التفصيل أيضا، لكن تفصيلهم يختلف عن تفصيل المذهب السابق. فذهب بعض الشافعية إلى أن المجتهد قبل أن يجتهد يجوز التقليد في حقه لكي يعمل، إذا كان مقصوده العمل لخاصة نفسه، ولا يجوز له التقليد ليفتي الناس بالتقليد. ذهب إلى هذا بعض الشافعية كما ذكرنا، ولكن الحقيقة أن هذا المذهب فيه قيد لم يذكره المصنف هنا، فيه قيد ذكره أصحاب هذا المذهب لم يذكره المصنف رحمه الله هنا، وهو ما إذا خشي فوات الوقت، يعني إذا خشي فوات الوقت، يعني تضيق عليه الوقت وخشي فواته، جاز له التقليد للعمل للخاصة نفسه، ولا يجوز له التقليد ليفتي الناس، فإن اتسع الوقت لزمه الاجتهاد. هذا معنى هذا المذهب الرابع، أنه إذا تضيق عليه الوقت وخشي فوات العبادة جاز له التقليد للعمل لخاصة نفسه لا ليفتي الناس الذين معه. فإذا اتسع الوقت وجب عليه الاجتهاد. وإنما ذهبوا إلى هذا التفصيل لأن العمل لنفسه، العمل لخاصة نفسه ضرورة، لأنه يريد أن يدرك العبادة، فهو مضطر إلى التقليد لئلا يضيع وقتها. وأما إفتاؤه لغيره فلا ضرورة فيه، لأن لهم أن يقلدوا كما قلد هو، ولأن فتواه لهم لن تفيدهم شيئا، لأنه إنما ذهب إلى قول غيره تقليدا محضا من غير نظر من غير علم، وحينئذ فما الحاجة أن يسأله الناس ويفتيهم؟ لا حاجة تدعو إلى ذلك. قال: وقيل، هذا شروع في المذهب الخامس، قال: وقيل يجوز أن يقلد لمن هو أعلم منه لأن اجتهاده أقوى. هذا المذهب الخامس في المسألة. ذهب بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد، لكنها رواية ضعيفة، ذهبوا إلى تفصيل آخر، وهو أنه يجوز للمجتهد قبل أن يجتهد يجوز أن يقلد من هو أعلم منه، ولا يجوز له أن يقلد من هو دونه أو يساويه. ودليلهم في هذا ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: لأن اجتهاده أقوى، يعني أن اجتهاد الأعلم أقوى من اجتهاد الأدنى والأقل علما. اجتهاد الأعلم أقوى في العادة، يعني فيما يغلب على الظن أن الأعلم يكون اجتهاده أقوى من الأقل منه علما، وحينئذ يأخذ به
لأنه من باب العمل بالراجح وترك المرجوح، فإن قوله بالنسبة لقول من قلده كالدليل المرجوح بالنسبة إلى الراجح، كالدليل الضعيف بالنسبة إلى الدليل القوي، فيأخذ حينئذ بقول الأعلم. انتهت المسألة. الصحيح فيها ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث، وهو أنه إن تضيق الوقت جاز له التقليد، وإن اتسع الوقت حرم في حقه التقليد، وهذا الذي تدل عليه عمومات الأدلة الشرعية. والله أعلم. ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في مسألة جديدة فقال: وللعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته، وللعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، إما بمشاهدة أو خبر. هذه المسألة معقودة في من يقلده العامي، من الذي يجوز تقليده، من الذي يجوز للناس العوام أن يقلدوه. فقال المؤلف رحمه الله: العامي يقلد من علم أو ظن. علم بمعنى تيقن، وظن قد عرفناه، عرفنا معناه لأنه يمر كثيرا في أصول الفقه، يعني الاحتمال الراجح غلب على ظنه. أهلية هذا الشخص المسؤول أنه أهل للاجتهاد، والحكم في هاتين الصورتين ثبت بالإجماع، أجمع العلماء على أن العامي يقلد من علم أنه أهل للاجتهاد والفتوى، أو غلب على ظنه أنه أهل لذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله بيانا لكيفية تعرف العامي على العالم، كأن قائلا يقول: من أين يعلم العامي وهو جاهل بالأحكام، من أين أن يعرف العالم أن زيدا هذا مثلا أنه عالم مؤهل للاجتهاد وللفتوى، من أين يعرف وهو عامي ما يعرف مسائل العلم؟ فقال رحمه الله: بطريق ما، أي بأي طريق يحصل معه العلم أو الظن بأهلية ذلك المسؤول للاجتهاد والفتوى. قال: إما بمشاهدة أو خبر. إما بمشاهدة، أي أن يرى العامي، يرى زيدا جالسا في مجلس الفتوى والناس يعظمون أمره ويبالغون في احترامه ويحسنون الاستماع إليه ويصغون لما يقول ويسألونه فيسمعون جوابه وينصرفون، حينئذ يغلب على ظنه أن هذا أهل للاجتهاد والفتوى. قال: أو خبر، هذا الرجل العامي دخل بلدة ما يعرف أهلها، وهو محتاج إلى الفتوى، مسألة عرضت له ويريد فتوى، يريد الفتوى فيها، فجاء وأخبره عدل بأن فلانا الفلاني، أن الشيخ الفلاني
أنه عالم مجتهد فقيه يفتي الناس، اذهب إليه واسأله فيأخذ بخبره. إذن قوله أو خبر أي أن يخبره عدل عن عالم مؤهل للاجتهاد والفتوى، وقيل عدلا، يعني قال بعضهم يكفي العدل، وبعضهم قال لا بد من إخبار عدلين كالشهادة فيهما في الصورة الأولى والثانية، فإن بعض الشهادة يقبل فيها واحد كدخول شهر رمضان، وبعضها يشترط لها شاهدان. وقال بعضهم لا بد من جمع كثير يخبروه، يعني بمعنى أنه لا بد من الاستفاضة، لا بد أن يستفيض الأمر، يكون شائعا ذائعا في هذه البلدة أن الشيخ الفلاني أنه مؤهل للاجتهاد والفتوى والناس يسألونه. وذهب إلى هذا الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال دون من عرفه بالجهل، يعني لا يجوز للعام أن يقلد رجلا يعرف أنه جاهل، العامي يعرف أنه جاهل، فحينئذ لا يجوز له أن يستفتيه. وهذه المسألة أيضا بالإجماع، بإجماع العلماء على أنه لا يحل لعامي أن يستفتي رجلا يعرف أنه جاهل بالأحكام. ثم قال ومن جهل العامي حاله فلا يقلده. هذه صورة ثالثة في المسألة. إذن الصورة الأولى أن العامي يعلم أو يغلب على ظنه أن فلانا مجتهد مفتن قادر على الفتوى والاجتهاد، فهذا يقلده بالإجماع. الصورة الثانية أن يعرف أن فلانا جاهل فلا يجوز أن يقصده بالسؤال والاستفتاء إجماعا أيضا. الصورة الثالثة التي هي محل الخلاف هي أن يجهل العامي حال هذا الرجل، يجهل حاله في العلم والعدالة، لا يدري أعالم هو أم جاهل، أعدل هو أم غير عدل، فحينئذ هل له أن يقلده؟ وقال المؤلف رحمه الله لا يقلده، لا يجوز أن يقلده، وهذا مذهب أكثر العلماء أن مستور الحال لا يجوز لأحد تقليده. ودليلهم القياس، قالوا أليس القاضي لا يعمل بشهادة الشاهد المجهول؟ لا يعمل بشهادة المجهول. الناس هل يحل لهم قبول الخبر من الراوي المجهول؟ لا يحل، لا يحل قبول الحديث من الراوي المجهول. قالوا فكذلك لا يصح للعامي أن يقلد مجهول الحال. لأن كل هذه الثلاثة أخبار، فالشاهد مخبر والراوي كذلك والمفتي مخبر عن الحكم الشرعي. قال خلافا لبعضهم، هذا المذهب الثاني في المسألة. ذهب بعض المعتزلة إلى أنه يجوز للعامي أن يقلد المستور أي مجهول الحال، يجوز له تقليده. وهؤلاء لا دليل لهم صحيح على ما ذهبوا إليه،
إلا أنهم قالوا العادة أن من دخل بلدا لا يسأل عن علم وعدالة من يستفتيه. يقولون العادة أن من دخل بلدا أنه لا يسأل عن علم وعدالة من يستفتيه، إنما يذهب يستفتيه مباشرة، وهذا غير صحيح أصلا. من قال إن هذا هو إنه العادة؟ بل العادة أنه يسأل أو يرى منتصبا في مجلس الفتوى والناس يقصدونه بالسؤال فيسأله حينئذ لغلبة الظن بأهليته. أما أنه يقال أن العادة أن كل من دخل بلدا يذهب ويسأل أي أحد فهذا ليس صحيحا، ولهذا قلت إنه ليس لهم دليل صحيح على ما ذهبوا إليه. بل إن فخر الدين الرازي رحمه الله حكى الاتفاق على المذهب الأول، وهو تحريم استفتاء مجهول الحال. وهذا هو الصحيح، ولا عبرة بخلاف هؤلاء الذين خالفوا، فالمسألة إجماعية على الصحيح، والله أعلم. انتهت المسألة، والآن شروع في مسألة جديدة. فقال المؤلف رحمه الله: وفي لزوم تكرار النظر من المجتهد عند تكرار الواقعة خلاف. هذه المسألة معقودة فيما إذا اجتهد المجتهد في مسألة فأوصله اجتهاده إلى حكم فقضى به، عمل به أو أفتى الناس به، ثم بعد مدة، لنقول بعد سنة مثلا، عرضت له نفس النازلة عرضت له، فهل يقضي بقضائه الأول، يعمل باجتهاده الأول مباشرة، أو أنه يلزمه أن يعيد النظر والاستدلال في المسألة؟ هل كلما تكررت النازلة لزمه تكرير الاجتهاد، أو يكفيه اجتهاده الأول مهما تمادت الحياة وتطاولت السنون وكثرت الأعوام، يكفيه اجتهاده الأول؟ مثال ذلك الموت دماغيا، من مات دماغيا، عرضت لزيد المجتهد هذا الذي اسمه زيد، عرضت له هذه المسألة فنظر وتأمل في الأدلة ورأى أن الميت دماغيا أنه ميت، يعتبر ميتا حقيقة، ومن ثم تقسم تركته وتعتد امرأته وتعتق أم ولده إلى آخره، كل الأحكام المبنية على الموت. ثم بعد سنة أيضا رأى شخصا، يعني سئل هذه المسألة وعرضت له هذه النازلة، فرأى شخصا ميت دماغيا، فهل يحكم بأنه ميت أو أنه حي؟ فهل يقضي بقضائه الأول أو يحتاج إلى إعادة النظر والتأمل في الاجتهاد الذي قد يقوده إلى نفس الحكم أو يقوده إلى حكم آخر؟ هذا معنى المسألة. فقال: وفي لزوم تكرار النظر من المجتهد عند تكرار الواقعة خلاف. قيل يلزمه، هذا المذهب الأول، ذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة وقال المرداوي إنه هو الأصح في مذهب الحنابلة، ذهبوا إلى أنه يلزمه التكرار، يلزمه إعادة النظر. لما يجب عليه أن يعيد النظر في المسألة؟ ما دليلهم؟ قال المؤلف رحمه الله: لجواز تغير الاجتهاد، وكالقبلة. دليلان، ولهذا عطف بالواو. يقول الدليل الأول أنه يجوز أنه يتغير اجتهاده، فإن هذا ممكن،
ولهذا كثرت الروايات عن الأئمة في المسألة الواحدة. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن عمر الفاروق رضي الله عنه وهو من أعلم الأمة، من أعلم علماء الأمة، أنه قضى في المشركة بحرمان الإخوة الأشقاء، ثم في السنة التي تليها شركهم مع الإخوة لأب، وما ذلك إلا لأنه نظر وتأمل، فإذا يلزمه التكرار لجواز تغير اجتهاده، يلزمه تكرار الاجتهاد لجواز تغير الاجتهاد وتغير الحكم. قال: وكالقبلة، أي وقياسا على شأن القبلة، وذلك ما إذا كان شخص في برية وحان وقت الصلاة وتحير في جهة القبلة، أين يستقبل؟ ما يعرف أين جهة القبلة، فاجتهد وأخذ ذات اليمين وتوجه للقبلة في صلاة الظهر، توجه للقبلة في ظنه واجتهاده، ثم بقي إلى في نفس مكانه إلى أن أذن لصلاة، يعني دخل وقت العصر، سواء كان في مكانه أو مضى لسبيله ولا زال في مكان لا يعرف معه جهة القبلة، فهل يصلي إلى نفس الجهة أو يجتهد مرة أخرى؟ الجواب أنه يجتهد، يلزمه أن يجتهد مرة أخرى لاحتمال أنه يقوده اجتهاده الجديد إلى جهة أخرى غير الجهة الأولى فيعمل بها. فكذلك ما نحن فيه، يجوز أن يقوده اجتهاده إلى حكم آخر، فيلزمه تكرير النظر والاجتهاد كلما تكررت النازلة. قال: وقيل لا يلزمه. هذا هو المذهب الثاني، ذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية، وقال السبكي رحمه الله إنه الأصح في مذهب الشافعية أنه لا يلزمه، لا يلزمه، يكفيه الاجتهاد الأول، يكفيه اجتهاده القديم فيعمل به مباشرة فورا من غير تكرير النظر والتأمل. لما؟ قال: لحصول الاجتهاد، فهو صحيح لم يعارضه غيره. انتهى الدليل، هذا دليله. لحصول الاجتهاد يعني أن الواجب في حق المجتهد إذا عرضت له مسألة أن يجتهد، والمجتهد قد وفى بذلك، أتى بما يجب عليه فاجتهد ووصل باجتهاده إلى حكم، فقد فعل ما يجب عليه فعله، وحينئذ يكون هذا الحكم الذي ذهب إليه يكون صحيحا في نظره، وفي نفس الوقت لم ينشأ شيء جديد يعارضه، فيجب عليه حينئذ أن يعمل به ويستصحب الحال، يعمل بالحكم الأول إلى أن يغيره ما يعارضه، إلى أن يغيره مغير أقوى منه، ولم يوجد مغير، وحينئذ ما معنى أن يكرر النظر؟ وحينئذ نقول يستمر على قوله الأول ولا يحتاج إلى إعادة النظر. قال: وقيل، هذا المذهب الثالث، وقيل يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد، يذكر أي يتذكر، يذكر بمعنى يتذكر. وهذا المذهب الثالث هو قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية أيضا، ذهبوا إلى التفصيل، قالوا: ننظر في هذا المجتهد الذي حدثت له نفس النازلة، ننظر هل يتذكر طريق الاجتهاد الأول، يعني هل لا زال يتذكر دليله الذي به وصل إلى ذلك الحكم أو لا يتذكره، نسيه؟ فقالوا: إن كان لا يزال متذكرا له فإنه يعمل باجتهاده الأول من غير إعادة النظر والتأمل والاجتهاد، وإن كان نسيه يقول: أنا أذكر الحكم الذي ذهبت إليه قديما لكن لا أذكر دليله، لا أتذكر دليله،
فقالوا يلزمه حينئذ أن يعيد النظر والاجتهاد. لما؟ قالوا حتى لا يقضي بغير علم، لأنه لا يثبت حكم إلا بدليل، ونسيان الشيء يكون كعدمه، فهو كمن لا دليل عنده، فحينئذ يلزمه أن يعيد النظر فيعرف مستنده ويقضي بحكم في مسألة عن دليل، إذ لا يصح له تقليد نفسه، إذا نسي الدليل كأنه كالمقلد لنفسه، لا، هو ما يعمل بشيء إلا بدليل، وما دام أنه ما يذكر الدليل فهو كالفاقد له، فيلزمه إعادة النظر حينئذ. أما إذا تذكر دليله فلا يلزمه الاجتهاد، لأنه لو عرض له شيء يغير مقتضى هذا الدليل فإنه سوف يعمل به حينئذ، فما دام أنه تذكر الدليل ولم يرجع عنه فهو مستمر على العمل به، لا يرى شيئا غيره صالحا لمعارضته، وحينئذ يعمل باجتهاده الأول، ولا يلزمه الرجوع والنظر والتأمل. انتهت هذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.